أنا وأنا عمري 10 سنين اكتشف تعبت، رحت على المستشفى لقوا عندي ضمور في الكلى، عيب خلقه في الكلى، الكلى صغيرة مش مبينة. حكوا لي هذا معك له 5 سنين، له من وأنا عمري 5 سنين هو معي بس ما اكتشفناهوش، تلفزيونية وتحليل. لما كبرت الكلى ما تحملتش وضربت خربت. بغسل الكلى في مستشفى الرنتيس في غزة 3 مرات أسبوعيا، كل سبت واثنين وأربع. ومن وأنا عمري 10 سنين لهلقيت صار لي أكثر من 6 سنين بغسل. As the water crisis in Gaza continues to deteriorate, it is estimated that Gaza will become uninhabitable by 2020, which is barely less than a year. والهشاشة العظام بطلت أمشي برضه من الغسيل وكثير أشياء من الغسيل. هي صعبة بس الحمد لله يعني فيش أي حل غير هيك. روح منهك وبضلنا طول اليوم أنا دايخ وتعبان بقدرش أتحرك ولا أقوم هذا من الغسيل. فالبابا بشيل لي شير وفي عندي كروسة بس بقدرش أجيبها عشان بنيجي بإسعاف كذا حالة إحنا فيش وسع. فبابا بشيل لي شير بجيبه. تعب مشوار من رفح لغزة تعب. وبعد الغسيل يعني بروح جسد بلا روح من الغسيل. والغسيل صحيح يعني بيريحنا شوي لكن بنهكنا برضه. بغسل لين مي مالحة مية بحر. وبالفعل ننضف فيها مي مالحة كثير عشان. فبناخذ مية حلوة. والمية حلوة مش يعني متوفرة بس مش إنه نغسل فيها ونتوضى فيها. مية بحر بتشعط في وجهي لما أغسل فيها. لو بإيدي أشيل الوجع عن كل المرضى هذول كان شلتهم بس بإيد ربنا الحمد لله. والله أنا يعني فاقد الأمل لكن فيش شعر ربنا كبير. ربنا يشفينا أول وآخر أمي بغسل كله وعانيت كثير والحمد لله كل حاجة. 3 جامعة وبابا ولاد ما بكفيش دوب يكفي أجار ومصاريف علاج وأطعمة غذائية إلي. فعشان بابا بقدرش يجيب هذا بجيبش إلي أطعمة غذائية أشفي في البيت بأكل الحمد لله كل حاجة. Human Appeal has been working tirelessly in Gaza for over 10 years, providing life-saving assistance to the Palestinian people. We are determined to build a water desalination plant so that children like Abdul Rahman are not just surviving, but living healthy and better lives. This Ramadan, be with Human Appeal. Be with the families of Gaza. Be with Abdul Rahman. And let's be one.